هنتكلم النهارده عن مشروع البكالوريوس قسم الزخرفه، قسم زخرفه بكليه الفنون التطبيقيه جامعه حلوان. طبعا مشروع البكالوريوس هو بيبقى نتاج خبره الطالب اللي مر بيها في خلال السنين، واحنا قسمنا المسمى قسم الزخرفه هو مسمى قديم، لكن المعنى مش معنى كلمه الزخرفه كما يعني يتبادر للذهن من اول ما يسمع كلمه زخرفه، هو قسم التجميل والتصميم، التجميل والتصميم البيئي. وبالتالي هو يمكن النقطه دي توضح اكتر، انه الاولاد في خلال مراحل الدراسه في الاربع سنوات في القسم، احنا عندنا سنه اعداديه في كليه الفنون التطبيقيه واربع سنوات في التخصص، فبيعدي بخبرات كتيرة. كل الهدف من القسم ان الخريج يكون قادر على ابتكار وعمل تصميمات للتجميل البيئي في المجتمع، سواء البيئة الداخلية او البيئة الخارجية. البيئة الداخلية فيما يخص التجميل من خلال الاعمال الجدارية واللوحات والتنسيق اللوني الداخلي، والبيئة الخارجية ودي بتبقى ليها علاقة بالدراسات المرتبطة بالاعمال المعمارية الخاصة باللاندسكيب ديزاين والتصميمات للمسطحات الخارجية من خلال الأماكن العامة والأماكن الخاصة. وبالتالي الطالب في خلال السنوات دي كلها بيعدي بخبرات متنوعة نستعرضها سريعا. بتمر بخبرات في التصميم الأولي والقدرات الفنية والمهارية العالية، لأن القسم بيهتم بالمهارة الفنية بشكل كبير في السنين الأولى، وبالتالي بنبقى الطالب بيثقل بهذا الكم من القدرات الفنيه اللي بيعدي من خلال الرسم في مراحل متنوعه في اولى وثانيه، من خلال مواد زي الطبيعه الصامته والطبيعه الحيه ومواد الرسم المتنوعه من المتاحف، ومن ثم يتحول الدراسات لاشكال لها علاقه بالتجارب من خلال مواد التصميم فيما يخص الانتيريور والاكستيريور في اللوحات الجداريه والتنسيق اللوني والواجهات المعماريه. المراحل ديت في كل سنة عن أخرى يعني ممكن تتشابه كتير المواد في القسم، ولكن كل سنة بيبقى مجموعة من الخبرات تتراكم لغاية لما ينتج الحصيلة اللي هيبتدي الطالب يقدمها في مشروع البكالوريوس في آخر سنة. يعني خلينا نقول ان المشروع بيعدي بخبرات التصميم اللي اتعلمها كتير، وكمان الخامات المتنوعة اللي عدى عليها وكمية دراساته من الطرز، وبنجد ان الصورة النهائية للمشروع تعبر عن قدرة الطالب على انه لما يتخرج يبقى قادر على انه يواجه متطلبات المجتمع من خلال معطيات تقدم لي في يعني نقدر نقدم المشروع. فأساتذة المادة بيبقى فيه اختيار لموضوع معين، والموضوع يعرض على الطلبة من اول سنة في بكالوريوس، انه هنبقى عندنا مجموعة من الدراسات في الاول تخص الموضوع الفلاني، والفلاني ده بيبقى مثلا وليكن تجميل منطقه معينه تحدد لهم من خلال مساقط افقيه ومساقط راسيه وبلانات للمكان. وبالتالي يبتدي الطالب في المرحله الاولانيه في الثلاث اربع شهور الاولانيين يقوم بدراسات متنوعه في الموضوع فيما يخص الموضوع، ويتعرض للبلانات واللي هو المساقط الافقيه والراسيه، ويبتدي يعمل لها افرادات ويتصور الصوره اللي هيحب يقدم عليها التجميل اللي هيحصل سواء داخلي او خارجي في صوره متكامله، وكانه اتخرج. وبالتالي المفروض انه هيحصل له من لجنه التحكيم صوره لاعماله ديت اتقدمت ازاي. طبعا دي مراحل كتيره بنعدي عليها واحنا بندرس مع الاولاد، فبتبقى مراحل دراسه ورسم في الاول واستعراض البلانات وتحاور مع الاساتذه من خلال التصميمات دي مناسبه وغير مناسبه ومش مناسبه ليه، ويستجمع بقى خبراته اللي عدى عليها من خلال ماده عملها في سنه ثانيه وماده في سنه ثالثه وحاجات كانت خاصه بالواجهات في مشروع ما يخص واجهه معينه في مكان قومي بشكل معين في واجهه، فيسترجع هذه الخبرات ويبتدي يعمل افراده للشغل. دي بتبقى المرحله الاولانيه في نص السنه الاولاني. نص السنه الثاني بيبتدي المشروع في تنفيذ هذه الخبرات او النتيجه اللي هيطلع بيها المشروع من خلال لوحات، واللوحات دي بتبقى منقسمه لجزئين، جزء خاص بالاوراق والتصميمات ويبقى فيها تنوع من التصميمات، لان الطالب بيقدر يقوم بفكره او اثنين او ثلاثه للمكان الواحد، وبالتالي فكره او اثنين فده يعني بنقدر نحكم منه على قدرات الطالب على التنوع في الافكار بشكل معين، وبيبتدي الاساتذه يوجهوا الطالب لجزئيه معينه خاصه بانه التناول ده هيبقى افضل،
يبتدوا الولاد يتناولوه، يبتدوا يعني يلتفوا حول الفكره من خلال بقى ما يساعدها. اذا كان ده هيبقى مكان خارجي فمحتاجين نصور صور للمكان، اذا كان مكان متوفر ساعات ناخد مشاريع لاماكن موجوده بالفعل في المكان ونحاول نقوم بتجميلها، وساعات تبقى مشاريع يعني كلها دراسه ما تكونش واقعيه، نكون مثلا افتراضيه، وده بيستطيع الطالب انه يتعامل بالبرامج من خلال انه يعمل واقع افتراضي زي تصور بالبرامج الحديثه ببرامج ال 3 دي ماكس، ويتخيل انه ده مساحه معينه ويبتدي نعمل التصور للطالب عليها، ودي بتبقى مختلفه من حسب تناول كل استاذ في مشروعه من سنه لاخرى. المشروع اللي هنتعرض ليه السنه دي اللي هو كان دفعه بكالوريوس الزخرفه، كان أساتذة المادة قاموا بتوجيه إنه هنتعاون ساعات، يبقى ودي جزئية تفصيلية شوية في الشغل، إنه يبقى المكان يستوعب إنه هيبقى فيه نوع من دراسات بالخط العربي. الخط العربي طبعا نعرف قيمته الفنية وموجود ونتعامل معاه من خلال الكتابات، ولكن كيف يتناولها الفنان أو المصمم في التجميل ويتحول من الخطوط العربية اللي ممكن تبقى تشوفوها حضراتكم تبقى كتابة لأنها تبقى تشكيل، والتشكيل دي في كتير من الفنانين التشكيليين حتى تناولوا الخط العربي في أشكال متنوعة من التصوير والنحت والتكسيع على المسطحات وفي الأقسام المتنوعة، ودي اللي موجودة في كليتنا بشكل كبير. فكانت في قسمنا الزخرفة الأولاد عملوا تصميمات متنوعة بالخط العربي، وكيف نستطيع نصيغ هذه الخطوط في تشكيلات باللون والقيم الجمالية المتنوعة من أساسيات التصميم اللي اتعلمها، ويقدر يصيغها بشكل يطلع في نتائج مشروع مطبق من خلال الورق اللي قدمه من تصميمات للحوائط والمسطحات إذا كان له علاقة بالمكان، لأنه هو عمله مكان افتراضي، كل طالب اختار مكان وبناء عليه تصور الأماكن اللي هيحصل فيها التجميل إزاي. أول حاجة ممكن تبقى في الواجهات الخارجية للمكان، وفي الصالة الداخلية في الموقع اللي هيدخله سواء موقع عام فبيتكلم إنه الأرضية بتاعته هيبقى لها التشكيل بشكل معين ويتعمل تصميمات، والخامات المطبقة فيه إن كانت رخام أو إن كانت بلاطات معينة أو إن كانت ماتيريالز متنوعة ومجموعة اللونية اللي بيتم التناسق ما بينها وما بين الواجهات اللي موجودة في المكان. ويتعلم الطالب من خلال هذه الدراسة في المشروع ارتباطه بالزملاء الآخرين في المكان، لأنه المكان لما بيتعمل له تصميم المفروض أنه هو بيبقى ضمن جروب كبير في أماكن التصميم الداخلي والتصميم الخارجي من خلال مجموعة من المتخصصين، لأن كليتنا كما تعلموا كلية فنون تطبيقية يعني بها حوالي 14 قسم متنوع، مجموعة من الأقسام مرتبطة ارتباط وثيق، وخصوصا فيما يتعلق بالأقسام المرتبطة بالتجميل المعماري، وبالتالي يجد انه الانتيريور له دور في فريق العمل، والمصمم المزخرف اللي هو خريج قسم التجميل البيئي له دور، وخريج قسم الخزف له دور في التجميل للمعالجات للمسطحات، وخريج قسم النحت له دور في الاعمال اللي ممكن تبقى موجوده، وبالتالي هو ده التناسق اللي ممكن يحصل، واللي الطالب بيبتدي يعرف دوره من خلال قسم الزخرفه ومدى التعاون مع زملائه الاخرين، لانه اول ما هيحتك ويخرج بره الموقع الكليه ويبقى في مكاتب او في اعمال لها علاقه بالشغل بره المكان في بعد تخرجه هيحتك بهذه الصوره اللي بنحكي عنها. رجوعا للي بنتكلم فيه فيما يخص المشروع، الطالب بيفترض المكان اللي اختاره وعمل له المساقط بتاعته الافقيه والراسيه، وقال ان انا هعمل تصميم للارضيه بالشكل الفلاني، والحوائط الداخليه اما تتعالج بالتنسيق اللوني او باللوحات المضافه من لوحات جداريه او بالمعلقات، ودي كل مكان وما يتطلبه داخليا، ثم الخروج للمنطقه الخارجيه والمعالجات بتاعه السبيس المكان على بعضه وتصوره للسبيس الموجود المساحه الخارجيه من معالجات ممكن تكون من اللاندسكيب ديزاين، فيبتدي يقول انه في تعاون بيحصل ما بين المصمم انه في ممرات للمدخل وفي واجهه رئيسيه للواجهه ولها طراز معين، وهذا الطراز يجب ان يترابط، وده المشكله اللي ممكن يواجهها اللي بنشوفها حقيقه الامر في المجتمع، لما نبص نلاقي انه كتير من الغير متخصصين لما يتناولوا معالجات نجد ان هو يعني بيقتبس كل ما يعجبه من طراز معين ويحطه في الواجهه بتاعته بما انه عمله الخاص، فتجد النتيجه اللي ما بتعجبناش كتير من المتخصصين انه ما فيش تناسق ما بين الاشكال مع بعضها البعض بسبب ان هو اللي بيعملوها ناس غير متخصصه. الطالب يجب ان يتعلم في الجزئيه ديت، وده اللي بيوجهه الاستاذ ليه، انه دايما
عندي صورة بأنه إزاي أستخدم كل خبراتي من الطرز وإزاي نعمل ربط، حتى وإن كان الرغبات المطلوبة في العمل متنوعة. يعني الطالب مش هيعمل الشغل اللي الأستاذ عايزه، ولكن هيعمل أفكاره. في حد هيتناول الأسلوب الحديث، وحد هيتناول الأسلوب الكلاسيكي، ويمكن يكون المعطيات هي اللي بتفرض عليه هذا الشكل. يعني ساعات المبنى يبقى له طراز، الطراز يجب ان يحترم بكل يعني شده، فيجب ان الاستاذ يوجه الطالب انه ما ينفعش في مبنى اخترته بالشكل ده ان انا اتعامل معاه بطريقه مختلفه تماما، وايه الاسباب، وامثله الموجوده بره، والامثله الموجوده جوه، والامثله الموجوده عندنا قديما. وبالتالي دي يبقى دي وسائل الحكم اللي الاستاذ بيستعين بيها بعد ما في معطيات اعطيت للطالب في الاول، وبناء عليه بيشتغل على اساسها. نجد انه يستطيع ان يتعامل مع الواجهه ومتطلبات هذه الواجهه وهذه المساحه امام الواجهه من اعمال فنيه ممكن تبقى مجسمه في السبيس في الفراغ، واعمال مسطحه ولكن علاقتها في وقوفها مع بعضيها، ودي هنشوفها في امثله هحكي لكم عليها لما تبقى بين الجزئيه اللي هنتكلم عليها كمان شويه في تفاصيل اعمال الاولاد. انه ممكن المسطحات اللي بنتعالجها في قسم عندنا علاقتها ووقوفها بجوار بعضها بشكل معين تنشئ مساحات تستطيع ان تكون ليها وظيفه او فانكشن، ممكن المستفيد من المكان يتفاعل معاها وتبقى باك جراوند لمساحات تستغل في التجميل، سواء بمقاعد او سواء باماكن خدميه او سواء باماكن تجميليه فقط كاعمال جميله نقدر نشوفها في مدخل المكان. كمان الطالب هيحتك بصوره او باخرى بتوزيع اماكن الخضره او اللي بنسميه السوفت سكيب، او ما يسمى بالاعمال الزرع والاشجار والنجيله وكل المسطحات الخضراء، بالاضافه للمسطحات المائيه اللي ممكن تثري المكان في اللاندسكيب. ده فيما يتطلب العمل اللي بيعمله، وبالتالي بقت عند الطالب معطيات خاصه بالمكان ومتطلباته ووظيفته، وبناء عليه ايه الخدمات المتاحه اللي المفروض تقدم. هل المكان ده يستحمل انه يبقى فيه نافوره ولا لا؟ وهل هو مكان خدمي؟ هل هو مكان زي بنجمل مكان قومي زي مجمع التحرير وفيه خدمات وناس داخله وخارجه، وبالتالي انا مش محتاج اي فرصه غير مساحات يتحرك فيها الاف الناس؟ ولا هو مكان زي قاعه مؤتمرات في استقبال ضيوف في اماكن معينه؟ ولا هو مطار يستقبل زوار داخلين البلد ويتعرفوا بيها؟ ولا وهكذا. نوع المشروع ونشاطه يتطلب معطيات وثوابت على الطالب انه يراعيها، وعلى انه يبتدي ينفذها من خلال الافرادات المعماريه للمكان، وبعدين يبتدي يعمل تصوراته التفصيليه اللي هي بقى ما يخص تخصصنا. لو نعود لقسم الزخرفه، انه بيحتاج انه النهارده لما مشروع في الدفعه دي طلبوا الدكتور منهم انهم يتعاونوا، الجزئيه اللي طلبناها منهم تكون خاصه بالخط العربي. دي المعطيات اللي كانت يعني وليكن ايه نوع من المعطيات الثابته اللي الطالب عليه انه يراعيها. فكل الطلبه تناولت انواع من الخطوط وتناولوها باشكال من التشكيل المختلف. الحقيقه انه المشروع بتاع بكالوريوس اللي انا حكيته ده كان الافراد الكبير اللي الطالب قدمه. الحقيقه مش معانا دلوقتي صور كتير منه لان الطلبه بتحتفظ بالاوراق والحاجات اللي تخصها معاهم، ولكن بيتبقى معانا جزء من الاعمال اللي بتنفذ عمليا. الاعمال اللي بتنفذ عمليا قسمنا يتميز بالميورال بينتنجز او ما يسمى الميورالز والجداريات والاعمال التكسيه الجداريه والمسطحات، وبالتالي بنستخدم خامه مشهوره جدا وهي خامه الموزاييك او ما تسمى خامه الفسيفساء، ودي بتستخدم من خامات متنوعه اما من البلاطات الخزف او من الحجر الطبيعي او من الرخام او من الخامات الزجاجيه الصناعيه، ولها الوان كتير وهي مستوحاه يعني ماخوذه من الفن البيزنطي القديم، مستخدمه من قديم الازل. الحقيقه انها خامه معاصره لغايه وقتنا الحالي، يعني نستطيع ان احنا نجدها وحتى نجدوها في اشكال كتيره، زي ما بنتكلم على لوحه من لوحات الاولاد. اللوحه اللي موجوده قدامنا مثلا ده هي جوه فريم، وده ليس المقصود منها غير انه المشروع بتاع الاولاد نظرا لظروف يعني الظروف المختلفة. أولا المشروع بيكلف كتير للولاد لما بيعملوه، والحقيقة أنه مفيش فرصة للولاد بيعملوه على حسابهم، وبالتالي بتتطلب الموضوع أن احنا نحجم المساحة، لأنه اللي أنا حكيت عليه ده كله لو الطالب هيعمله ده مشروع يكلف أرقام كبيرة حتى لإخراجه. وبالتالي بنقتصر على انه نتعاون نعمل التصميمات الملونه بالالوان وبالاحبار وبالاوراق وبالوسائل الحديثه زي الكمبيوتر والبرامج والطباعه للمساقط الافقيه والمساقط الراسيه. والطالب بيصمم انه في جزء هيحصل فيه نوع من التجميل من خلال تصميماته اللي استعان فيها بالخط العربي،
واختار جزء معين وليكن 120 في 120 مساحه محدده اتطلبت من الطلبه في خلال مربع، فيستطيعوا انهم ياخدوا جزء من التصميم ويورينا مهاراته اللي اتعلمها من خلال سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه في مهاره مثلا خامه الموزاييك او خامه الرسم بالالوان اوفر جليز على الالوان الخاصه بالسيراميك او بالخامات الطبيعيه او باستعانه بالريليف اللي ممكن يحصل من بلاطات معينه او الاستعانه بالريليف اللي ممكن يحصل من شكل بالخشب. التنوع موجود، ولكن المشروع اللي قدامنا اللي موجود من خامه الموزاييك الصناعي وملزوقه على بورد بس من الخشب، لان هو المشروع في تنفيذه له معامله مختلفه، يعني بيتلزق على شبك ويتعلق على الواجهه اللي تتحمل العوامل الجويه المختلفه الخارجيه، لكن التجربه اللي بيعملها الاولاد هنا هي تجربه محدوده على مساحه محدده لعرض فكرته التصميميه او جزء معين، وده بيبقى نوع من التقدير اللي بيقدر يعني الدكتور بيطلبه، وبناء عليه بيحصل ان احنا نقدر نطلب الشكل يبقى عامل ازاي، واحنا يعني نقدر نتعرف من خلاله، نعرف ندي جزء من الدرجه العملي من خلال الاولاد وهم بيشتغلوا بيه. صوره مبسطه يعني تعمق كده في تفاصيل اللوحه، نجد ان الطالب هنا استعان بتنوع بشكل معين في التصميم من الخط العربي، استعان بالقيمة الفنية المختلفة من حجم الحرف الكبير والحجم الصغير، والنهاردة نقدر نقول انه للمتلقي العادي لو يشوفها لحد غير المتخصص يعني هو هيجد ان الحروف هو هيفضل طول الوقت بيحاول يقرأ كلمة معينة يقراها او حرف معين، واحنا خرجنا برة ان احنا شايفين ده حرف، هو تحول لشكل، هذا الشكل بدل ما هو شكل طبيعي او شكل ممكن يتعمل له دراسه معينه هو خط، وده اسلوب من اساليب التجريد لانواع من الخطوط. بيحصل ان الطالب بخبرته المختلفه اللي عدى عليها من مراحل اسس التصميم انه يوصل للتصميم من تنوع من الخط الكبير والخط الحجم الصغير، درجات اللون والتنوع وتحديد اماكن الغامق والفاتح، وهذا العمل ممكن يبقى بدل ما هو 120 و120 ممكن نلاقيه 2 متر في 2 متر او 3 في 3 في واجهه مكان ما معالج بباليتة لونيه او بمجموعه لونيه مقصوده نقدر نستعين بها ونكمل بها الاعمال، وهذه الاعمال بتبقى هي الاضافه الجميله اللي تضاف على المبنى اللي ممكن يعالج بماتيريالز يعني سيرفيس تريتمنت، ممكن تبقى المعالجات للسطح من خلال الرخام او من خلال الدهانات، ونجد انه في براويز او مناطق معينه مهمه احب ان انا اركز عليها وابتدي اوجد فيها عمل فني يستعين فيه المصمم اللي هو عايز يعمله، يعني من خلال طراز معين او من خلال تجريد من الخطوط العربيه او من خلال من الاشكال الطبيعيه، فنجد انه محاولات. طبعا في عندي حاجتين، التصميم في حد ذاته من خلال الاستعانه بالخط العربي، الموزاييك التنوع في رص اتجاهات الرص والارضيه، وده اسلوب يعني في مهارات متنوعه وتختلف من قدرات طالب للاخر، وبالتالي بيبقى دي وسيله من وسائل الاستاذ في الحكم على مدى قدرته على التنوع والتناغم وعلاقه الكتله بالفراغ وعلاقه التصميم واتزانه وكل العوامل الفنيه اللي بيدرسها الطالب خلال السنين السابقه المتنوعه، وبالتالي بيبقى ده وسيله من الوسائل مع المجموعه اللونيه اللي هو اختارها هنا. نجد انه في عندي محاوله ثانيه مع مجموعه من طالب ثاني حاول يعمل جزء معين، الجزء خاص برضه بالتشكيل بالخطوط الخط العربي، ولكن الخطوط فيها تشكيل مختلف عن الشكل في اللوحه الاخرى، وهو استعان بانه يوصل بتجريد هذه الحروف بشكل اصبح كالملمس كتكتشر موجود، واصبح يعني يستخدمه في فورم معين في تفصيله، وعنده قدره على اتجاهات الرص، وتحولت الحروف باشكال معينه لتجريد لانها تصبح موضوع كبير رئيسي من فيجرز واشكال وغامق وفاتح وكتله وفراغ، وبناء عليها هي جزء من تصميم كبير عامله الطالب، هو اختار جزء معين عشان بالحجم المطلوب منه انه ينفذه بخامه الموزاييك في مساحه ال 120 في 120. هنستعرض برضو مجموعة أخرى هنشوفها دلوقتي ونقدر نستعرض برضو تنوع أفكار الولاد في مجموعة الخامة، ودي كانت خامة محددة ليهم في الشغل في مشروع البكالوريوس لقسم الزخرفة بكلية الفنون التطبيقية، وده مشروع تاني لأحد الطلاب في مشروع البكالوريوس مستخدم برضو خامة الموزاييك
مستخدم مقاس، هي دايما قطعة الموزاييك الصناعي بتبقى فيها مقاس 2 في 2 سنتي، فهو مقطعها في شرائح مستطيلة، وبدأ الفكرة التصميمية بتاعته اللي اختار فيها على التماثل، معتمد على حاجتين رئيسيتين في التشكيل في اللوحة ديت، معتمد على التنوع في الحجم بتاع اللوح بالمقاس المستطيل دائما في شغله، والتماثل بمجموعة لونية واحدة، يعني مفيش تنوع الألوان اللي موجود في اللوحات الأخرى، هو معتمد على، ورغم هذه المجموعة الواحدة والحجم الواحد في كل اللوحة، اللي انه قدر يوصل بالتشكيل بالتناسق بالشكل المتماثل يمين زي شمال، ومستعين بتجريد كبير من الخطوط المستوحاه من الخط العربي، ولكن درجه التجريد درجه عاليه جدا، لدرجه انه ما نبقاش شايفين شكل الخط فين بشكله، وتحولت الخطوط لخط شكليه مجرده، اعتمد على الخلفيه بالفتحه والتدرج من الغامق والفاتح، واللوحه نجحها في قيمه الغامق والفاتح والكتله والفراغ والتماثل، ومعتمد على البرواز الكبير اللي موجود من المربعات اللي فيها ريفلكت بدرجه مختلفه، وفيها لون من نفس المجموعه اللونيه، ولكن الذهبي فيه عامل تاثير له ايقاع في حبك العمل الفني او اللوحه اللي المقصود بيها ان هي ليها حجم في مشروع الطالب. فالحقيقه هي لوحه من اللوحات المميزه واللي عملها الطالب، وخدت مجهود كتير نقدر ناخد بالنا من اتجاهات التصميم من خلال الشكل المربع والتحاور مع الشكل الفجر او الاشكال اللي هو ابتدى يستوحي منها الاشكال، وخاصه في المناطق اللي تحولت فيها للطريقه المربعه اللي بتتحول تباعا لانها تبقى مستطيله ثم تتشكل مع الفورم، وده في الشغل بتاعه يعتبر فيه قيمه جميله اضافت بسبب الخامه وبسبب المجموعه اللونيه. هنا في مجموعه تانية، في لوحة تانية لأحد الطلاب، المساحة فيها مستطيلة، ودي كانت النسبة اللي مختارها من شكل العمل بتاعه اللي هيختار فيه المساحة اللي هيتحط فيها، واستعان فيها بالموزاييك. هنجد ان اللون بتاعه متنوع ما بين الدرجة المطفية قليلا، وبالإضافة لشرائح الزجاج الملون، وديت خامة نستطيع الاستعانة بها في التجميل، لأن هي لها وقع مختلف في اللمعة بتاعتها ودرجة التون بتاعها والريفلكت والانعكاس بتاعها عن الخامة الموزايك اللي استخدمناها في اللوحات اللي فاتت. اعتمد على الحروف العربي والتشكيل الزخرفي من خلال وحدات زخرفية بشكل واضح بغير الدرجة في اللوحة السابقة، ولكن اعتمد على الفورم البنائي في التصميم ده، وده اللي خلى انه في اشكال ليها علاقات بنائيه مقصوده، بالاضافه للباك جراوند المتدرج من اللون الغامق للفاتح. المجموعه اللونيه الغامقه في الباك جراوند مع المجموعه اللونيه في الشكل الامامي متداخله بشكل ما، وبقت مساعده معاه في التشكيل ان اللوحات تبان منها بشكل اكتر. كانت لوحه من اللوحات الناجحه في كمان في عمله التصميمي لما كان بيستعرض القطاع الكامل للشغل، ومن ضمنه هذه الاعمال المستوحاه من الخط العربي. عمل اخر من اعمال دفعه البكالوريوس، نفس الدفعه برضو، ناخد بالنا انه مستخدم نفس الخامه الموزاييك. المجموعه اللونيه الموجوده في العمل الفني هي اكثر ما يميز هذا العمل، لانه كان يراعي فيها الالوان المناسبه مع البيئه المصريه والبيئه بتاعتنا، يعني لها قدر من تحمل الالوان نظرا للاتربه الكتيره اللي بتبقى دايما موجوده في الاوت دور في الاماكن الخارجيه، فبنجد ان اللون بيتحط بحساب وبدرجات معينه. الحقيقه اللوحه دي تحقق هذا القيمه التشكيليه في تنوع اللون. مستخدم نفس الخامه الموزاييك التي تتحمل العوامل الجويه، ده جزء صغير من عمل كبير معمول التصميم بتاعه كبير، وزي ما قلنا ونوهنا انه السبب في الحجم بيبقى مربوط بالعامل الاقتصادي اللي دايما بنتكلم عليه في المشروع، انه ما بيبقاش مشروع الاولاد تكلفته كبيره، ولكن اللوحه دي لوحه جداريه حدودها حوالي 17 متر او 18 متر، بيبقى تصور كبير للعمل. ده جزء من اللوحه. الطالب راعى فيها الحروف اللي معموله، انه في تصميمه مراعي فيها التجسيم لشكل الحرف، يعني رجع لشكل الحرف بوضوح، ما بعد عن التجريد فيه، وادى انه يبقى فيه تجسيم بشكل معين من خلال اللاين الرفيع والتخين، تنوع كبير في الخطوط ما بين المساحات الكبيره الرئيسيه والمساحات
المقطوعه بمساحات مستطيله والاجزاء الصغيره جدا المتنوعه، اتجاهات الراس المتنوعه كتيره، بالاضافه للمجموعه اللونيه اللي حكينا عليها في الاول. العمل من الاعمال الجيده جدا في الشغل، وكانت نتيجته في المجموعه اللونيه وسكتشاته المقدمه كانت سكتشات جميله جدا. ده الجزء اللي منفذ بالخامه الموزاييك لمشروع من مجموعه من الاولاد. عندي مشروع تاني لطالب من نفس الدفعه، استخدم هنا برضو جزء من عمل لو ناخد انه معمول بخامه الموزاييك، بس مستخدم اللون الاسود والابيض بدرجات الرمادي فقط، وكانه يعني بدون المجموعه اللونيه، غير انه استخدم الدرجات المتنوعه ما بين الاسود والابيض والرماديات، وقدر يحقق القيمه التشكيليه اللي حاصله من الغامق والفاتح والتكتلات لشكل الحروف في التصميم والتنوع والتجريد بسبب الحروف المتنوعه من شكل لاخر. واتجاهات الراس كانت معتمده على الاتجاهات الراسيه، لانه العمل دوت كان وجهه نظر التصميم فيها استطاله بشكل معين، وكان ده التوجه اللي رايح ليه الطالب في الشغل. البرواز اللي معمول بيه العمل هو برواز للاخراج لشكل اللوحه في المشروع للتحكيم، ولكن هي جزء من عمل كبير ما بيبقاش ده بروازه. ان تم عمل بروازه فهيراعى انه يبقى بتاع عمل خارجي وطريقه التثبيت، عشان كده زي ما بنتكلم هو مختار اللون، ولكن في العمل المحدود اللي اتكلم فيه عن مشروعه عشان يحطه ضمن التحكيم، هو راعى انه البرواز يكون من نفس المجموعه اللونيه، وده ادى لانه العمل يعني يحبك تصميميا ويبقى محبوك بشكله ببروازه. ونجد انه في تنوع في الخامه ما بين الموزايك العادي والموزايك الزجاجي اللي هو ليه يعني مختلف في النوع شويه لو ناخد بالنا، فهو قدر يتعامل ما بين فرق في التخانات بشكل معين. اتمنى ان نكون عرضت المشاريع للاولاد بصوره واضحه، تقدروا نعرف منها يعني نشاطنا ونشاط قسم زخرفه، وكمان المقصود من اللوحات اللي عرضناها بصوره مبسطه للمشروع الكبير. وشكرا.